لسه معاكم ومهرجان الباشا، ويسعدني يكون معايا فنان شاب، يعني هو من الطلائع طبعا، شفنا له اعمال فنيه كتير وهو طفل ولا زال بيقدم اعمال فنيه جميله، هو الفنان الجميل كريم الابمودي. بقول لك طبعا مليون مبروك على التكريم النهارده. مليون مبروك ليك وشكرا على التقديمه الحلوه ديت، وطبعا بعد الكلام اللي قلته ما فيش كلام، يعني انت جبت كل حاجه. حبيبي يا كريم، من ساعه ما بدات في الوسط الفني وانت ما شاء الله لازم كل سنه تتكرم اكتر من مره. الحمد لله، يعني هو ده طبعا رضا ربنا علينا، وما دام الانسان بيتعب فطبعا ربنا هيعوض له تعبه دوت بحاجه كويسه، نبقى وسط ناس كويسين سواء سياسيين اعلاميين فنانين، المهم نبقى موجودين دايما على الساحه وبنعمل حاجه كويسه. اكيد بتصور حاجه اليومين دول؟ زي ما قلت لك قبل كده بحضر لحاجه اهو، بس لسه برضو حتى ما بدأناش، بقالنا فتره طويله كل ده تحضير. ما هو لسه الفيلم اللي بيخلصوه دلوقتي بتاع ملف سري باين حاجه زي كده، مستنيينه بس يخلص. انت اوريدي صورته ولا لسه؟ لا لسه هنبدا. احنا ما بدأناش. هيخلص ازاي؟ ما اعرفش، هم لسه تحضيرات يعني. تحضيرات ليه؟ طب كريم، بدايتك طبعا من خلال الدراما التلفزيونيه، ثم اتجهت للسينما بفيلم اللي كسر الدنيا حلاوه روح وعمل ضجه كبيره. انت بالنسبه لك شايف اهم عمل قدمته لغايه دلوقتي كان ايه؟ طبعا كل مرحلة عمرية بيبقى ليها عمل بيميزها، او عمل هو اللي بيبقى بيتعمل عليه سبوت، هو اللي بيطلع الفنان. يعني انا وانا صغير اكتر حاجة بدأت طلعتني كان دكان شحاتة، بعد كده الرحايا، بعد كده حلاوة روح. دول ثلاث نقط في حياتي جم ورا بعض على طول، جم ورا بعض، بس دول اهم ثلاث نقط في حياتي، هم اللي بمعنى صح عملوا كريم. واللي عمل كريم طبعا مش انا، اللي عمل كريم النجوم، مش النجوم، الجمهور اللي ورايا اللي بيتفرج عليا اللي بيدعمني اللي بيشجعني، هو اللي خلاني. جميل. كان 2017 كان ليك مشاركات في الدراما التلفزيونيه، مش طبعا كان ليا مسلسل رمضان كريم، كان مع انتاج محمد السكي والدي ام سي، وعمل نسبه مشاهده عاليه الحمد لله، كنت عامل دور حلو وعجب الناس والحمد لله. الحمد لله. نتمنى ان شاء الله 2018 يكون لك اكتر من عمل عشان تطلع بقى كل المواهب الجميله اللي عندك. اكيد ان شاء الله، من طول ما انت معانا زي الفل حبيبي. شكرا يا كريم. ميرسي. شكرا.